كانت المادة شوية غريبة وكانت شوية يعني جافة حبة، لكن معلش أنا عارف إن هي كانت فيها شوية حاجات فلسفية شوية، لكن إحنا كنا بنحاول نوصل لفكرة هنلخصها، إنه بنقول إنه الله له كيان حقيقي، له ذات، له شخصية. مش معنى كده إن هو إنسان، لكنه له، بنقصد إنه له وجود حقيقي، مش مجرد فكرة أو خيال أو وهم، لكن له شخصية، له ايدنتيتي. قلنا انه له صفات، والصفات دي لابد انها تكون شغالة من الازل، مش حاجة جديدة. شفنا الفكرتين اللي كانت اتعرضنا لهم، هنحاول هنرجع تاني هنبص على الملخصات بتاعتهم سريعا. ناس قالت الله موجود لكن ما اقدرش احطه في كيان محدد وهو ملوش صفات، نفت عن الله الصفات عشان ما تقولش، ما توصلش النقطة بتاعت طب هو الصفات دي شغالة من امتى. ناس تانية قالت مش ممكن يكون الله ما عندوش صفات، وقالوا انه لا هو عنده صفات بس الصفات دي فقلنا انه الناس كلها بتؤمن بوجود اله، بوجود الله الواحد الاحد الذي لا شريك له، لكنه قلنا ان الله مش واحد في المطلق، يعني مش عارفين نحدد له شخصيه، ولا هو واحد مجرد من اي صفه، لا الله حد حقيقي قائم بذاته، مكتفي بنفسه، عنده علاقات، صفاته بتتفاعل، شخص عاقل واعي، عنده حرية إرادة، عنده فكر، عنده مشاعر. وقلنا كده عرفنا تعريف شوية كان صعب حبة، اللي هي قلنا إنه الله وحدانيته وحدانية جامعة ومانعة، جامعة ومانعة. وقلنا إنه فكرة وحدانية الجامعة المانعة معناها إيه؟ إنه جامع لكل شيء في ذاته يخليه مكتفي ومتواجد ذاتيا، مش محتاج لحاجة تانية. مثلا الله ما كانش محتاج يخلق علشان يبتدي يحب أو يريد أو يتفاعل مع حد، لا، لأنه صفاته شغالة من بدري، فهو في ذاته مكتفي بنفسه وصفاته متفاعلة جوه ذاته، ودي هنشوفها بعد شوية إزاي ده يحصل. كلمة مانعة يعني مانع، يعني يمتنع عن أي شيء خلاف ذلك، خلاف ان هو يكون مكتفي بنفسه، يعني ما عندوش حاجه اضافيه على شخصيته، ما عندوش حد تاني متواجد جواه، ما عندوش شريك، ما عندوش صاحب، اوكي، زي ما بيقولوا المسلمين، اوكي. فدي فكره المانع، انه يمنع او يمتنع عن اي شيء خلاف ذاته، فهو ذاته جامعه او شخصيته وحدانيته جامعه ومانعه. هنشوف الفكرة ازاي احنا بنحاول نوصل مع بعض من خلال كل المحاضرات اللي فاتت للنقط دي، اللي هنعمل فيها شوية زي معضلة وهنفكها، وباي اكسكلوجن هنوصل نفهم يعني ايه لابد ان يكون الله مثلث الاقانيم. يعني احنا من كل اللي بنعمله ده، المحاضرة البايخة بتاعت المرة اللي فاتت التقيلة دي، والكلام بتاع النهاردة كله، احنا هنوصل لنقطة انه لابد عشان يكون الله قائم بذاته، صفاته فعالة،
وانه ما حصلش عليه تغيير، وانه مش مركب، وانه بسيط في انه ده جوهر واحد. الكلام ده كله بيقودني وهيديني في النهايه الكونكلوجن انه لابد ان يكون الله واحد مثلث الاقاليم. فخلينا مع بعض نفكر في المشاكل اللي بتقابلنا لو احنا مشينا مع راي من اراء الفلاسفه اللي شفناها المره دي. فقلنا لو الله له صفات، واتفقنا ان الصفات دي لازم تكون ايجابيه، يعني فعاله من زمان، ما كانتش صفات خامله وظهرت او اشتغلت لما خلق. قلنا لو الصفات دي موجوده، فهل يا ترى الصفات دي هي ذات الله؟ لو قلنا ان هي ذاته، يبقى انا كده بخلي الموصوف صفه، بخلي الصفه موصوف. تمام؟ يعني لو قلت، خليني اقولها بطريقه سهله شويه. مثال، عارفين في الكيمياء التكوين بتاع الميه H2O، صح؟ ده خلينا اقول ده الجوهر. خلينا ناخدها بطريقه شويه اقرب لفكره. الجوهر بتاع الميه ال H2O، لكن خصائص الميه اللي هي بتختص بيها هي، مش موجوده عند حد تاني، ان هي مثلا ملهاش لون، ملهاش طعم، ملهاش ريحه. خلاص؟ دي الصفات. لو قلت ان جوهر الميه انها ملهاش لون ولا طعم ولا ريحه، ده يبقى انا لخبطت، مش كده؟ جوهر الميه هو ال H2O، او التكوين بتاع الميه هو ال H2O، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. فما ينفعش اقول انه ال H2O هو عباره عن انه لا لون ولا طعم ولا ريحه، ده غلط. بالظبط كده انا جيت اقول انه جوهر الله هو صفاته. الشيء يبقى انا عملت الصفه موصوف والموصوف صفه. فطبعا ده شيء مش منطقي. طيب اذا كانت صفاته مختلفه عن ذاته، يعني لو انا جيت خدت الثلاث صفات دول، لا ميه، لا لون ولا طعم ولا ريحه، وفصلتهم لوحدهم وقلت دول حاجه غير ال H2O، اوكي، يعني لو فصلت الصفات عن الجوهر الحقيقي، في الحاله دي هيبقى ايه علاقتهم ببعض؟ ما لهمش علاقه. يبقى اذا لابد ان الصفات دي تكون مرتبطه او نابعه من هذا الجوهر. الصفات دي بتختص بالخليه الماء، بذره الماء اللي هي ال H2O. واضحه كده شويه؟ بحاول واضحه على قد ما اقدر. لا شكرا. يعني المره اللي فاتت كانت فن، المره دي كيمياء. اوكي. لكن ما اقدرش كمان اقول انه الميه عباره عن H2O زائد لا لون زائد لا طعم زائد لا ريحه. ما ينفعش اقول ان الصفات دي مركبه على الميه، لا، ده الصفات دي نابعه من الجوهر بتاعها. فبالظبط ما ينفعش اقول ان الله عباره عن شويه حب على شويه عدل على شويه امانه. كده الله مركب، واحنا قلنا ما ينفعش يكون في الله في تركيب، والله وحدانيته وحدانيه بسيطه. اوكي؟ طيب ناخد خطوه ثانيه. هل الله هو اللي اوجد صفاته؟ اكيد لا، لان لو الله اوجد صفاته معنى كده انه ما كانش عنده صفات وهو اللي خلقها لنفسه. فبالتالي يحصل حاجتين، انه حصل عليه تغيير، وانه صفاته مش ازليه. اتلخبطنا ولا لسه؟ متلخبطين جاهزين؟ ها؟ طب المقدسه اخبارها ايه؟ ماشيه الدنيا؟ شفت ازاي الناس لما تروح تقدس بتفهم على طول ازاي؟ اوكي؟ خلينا نبسط نقول تاني الكلام. الله جوهر له صفات. الصفات ما هياش الجوهر. اوكي؟ الحاجة التانية، الصفات مش حاجة مضافة على الله. متفقين مع بعض. الصفات دي نابعه من انه الجوهر ده له صفه مرتبطه ببعض، مرتبطين ببعض، لكن ما هوش الجوهر، الصفه ما هياش الجوهر، لكن الصفه بتنبع من الجوهر، او الجوهر ده بيعبر عن نفسه بهذه الصفات. ما ينفعش اقول ان الله شويه محبه وشويه عدل وشويه قداسه، لانه كده خلى الله عباره عن مركب، وده ما ينفعش، قلنا من المره اللي فاتت
لو الله عبارة عن أجزاء مركبة فهسأل السؤال مين اللي ركبه؟ مش بس كده، هتصبح الأجزاء بتاعة مكوناته موجودة قبل ما هو يوجد، وفي الحالة دي يبقى الله مخلوق مش خالق، وهناك من خلقه أو من ركبه، لو أنا حبيت أقول كده. ما ينفعش كل الكلام ده. طيب، ما ينفعش كمان أقول إن الله خلق صفاته، لأنه في الحالة دي هيبقى عندي مشكلتين. نمبر 1 إن الله حصل عليه تغيير، وقلنا ما ينفعش يحصل على الله تغيير. نمبر 2 إنه الصفات مش أزلية، لأنها حصلت بعد ما هو اتوجد، فده كمان حل مرفوض. هل الصفات دي يعني معنى كده ان الصفات دي موجوده مع الله من اساسه، يعني من وجوده الذاتي صفاته موجوده معاه؟ اه موجوده معاه، لازم تبقى موجوده معاه. تسمى انه ال H2O اينما وجدت هذا المركب عندي الخصائص دي موجوده، انه لا طعم ولا لون ولا ريحه. طيب، لما الله عنده هذه الصفات كان بيمارسها مع مين؟ ده السؤال اللي احنا عاملين نساله بقى 3 مرات ودي الرابعه. هل معنى كده انه كان هناك شركاء بيمارس معاهم هذه الصفات؟ لانه لو افترضت انه الصفات دي صفات بتخص شخص عاقل، وقلنا انه الصفات دي زي المحبه، الاراده، القداسه، التفاعل، الكلام ده ما بيتمش ما بين اشياء، لكن بيتم ما بين كائنات عاقله. يعني لو انا عايز احب لازم احب حد عاقل بيتبادل معاه، بيبادلني المحبه. لو انا بقى في حوار ما بيني وما بين حد بتكلم مع حد عاقل. اذا ممارسه الصفات تتضمن او تتطلب وجود شخص تاني عاقل. ده اللي خاف منه العلماء بتوع الفلسفه اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، علماء التوحيد يعني، او الناس الفلاسفه الموحدين زي ما شفنا ابن رشد والناس دي. لما فكر في الموضوع ده خاف ورجع. ليه؟ لانه قال لك قدامي حل من اتنين، يقبل اللي بيقولوه المسيحيين انه الله مثلث الاقانيم، يا اما هفترض وجود شركاء مع الله فكده هخش في حاله شرك. فرجع وبداوا يحاولوا يلاقوا لهم حل في موضوع الصفات. لكن لما فكرت وقلت انه انا برفض وجود شريك لله، برفض وجود تركيب لله مش قابله، برفض ان يكون الله اوجد صفاته في الحاله دي هيكون حصل عليه تغيير، برفض ان يكون الله مركب، لكن في نفس الوقت انا مقتنع تماما ان صفات الله ازليه، صفات الله نابعه من جوهره، وصفات الله مفعله منذ وجوده، او من هو ازلي ابدي، فهو من ازل صفاته موجوده وفاعله. طب كده بتتفاعل مع مين؟ ده بيقودنا ان احنا نتاكد تماما انه لابد يكون جوهر الله الواحد ده له عده تعينات، له عده ايدنتيفيكيشن. اوكي، هم واحد، الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس، هم حاجه واحده، جوهر واحد، لكن في 3 اشخاص او 3 اقانيم متفاعلين مع بعض. عشان كده بنقول ان الوحدانيه بتاعته وحدانيه جامعه، كيونيتي مش كواحد رقم في المفرد. المشكله بتاعتنا لما بنفكر في كده انه بنفكر دايما في الاقانيم ان هم 1+1+1. في الرياضه بنقول ان 1+1+1 بيساوي 1، يعني تيرم 1 multiply by term 1 multiply by term 1 في النهايه بيطلع لي 1. ف1+1+1 بيساوي 1، ما بيساويش 3. اللي احنا بنحاول نفكر فيه دايما، او الناس بتحاول تفكر فيه، ان 1+1+1+1 بيساوي 3. ده مش كده. الله لانه جوهر واحد، فالاب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله، الثلاثه 1. عشان كده بنقول انه الجوهر بتاع الله، الباطن بتاعه، الهويه بتاعته واحده، واحد. لكنه جامع من حيث التعين او الظاهر بتاعه. اوكي، تعال نبسطها وناخد فكره برضو ال H2O الميه.
طبعا احنا ما عندناش اي حاجه، الالستريشن اللي بعملها كلها حاجات على قدنا، لكن ما هياش هتديني كل الفكره بتاعت الله، لانه مش هنعرف نوصل لها. عشان ده احنا لسه نخش، ده احنا داخلين الماده تقول ادينا ايه تثبت الكلام ده. Where is the section in the paper؟ انا في المحاضره اللي فاتت يا فادي، في صفحه 6 في المحاضره 7 في المحاضره اللي فاتت. اوكي. ويز ايه؟ الاقاليم انا لسه هتكلم عنها، لسه هتكلم عنها. حاضر. حاضر حاضر يا كارمن، هنشوف الصفات دي حالا دلوقتي. اوكي. فهنقول ان الله مش جوهر وهمي، مش فكره، مش حاجه هلاميه، لا هو حد موجود متعين. يعني وهو متميز، كل تعين متميز عن الثاني لكنهم في جوهر واحد. خلونا ناخد مثال مع فكرة الثلاث أقانيم أو الثلاثة اللي في واحد. هقول حاضر، بس خليني بس أقول أنا بدي مساحة هخرج. لو أنا جيت لل H2O ديت، أنت أساسك إيه؟ اثنين هيدروجين وواحد أكسجين. لو أنا ثلجتهم حطيتهم في الفريزر بيطلعوا لي ثلج، ولو انا نزلتهم من الحنفيه بينزلوا لي ليكويد، ولو انا سخنتهم يطلعوا بخار. الثلاث حالات جوهرهم ايه؟ H2O صح؟ لكن البخار يختلف عن الميه اللي ممكن اشربها، يختلف عن الثلج، يختلف من حيث الظاهر، من حيث التعين بتاعه، لكن جوهره الاساسي هو H2O، او التركيبه بتاعته الكيميائيه H2O. انا بحاول ادي يعني الستريشن يقرب لنا الفكره. هنتكلم تاني برضو بعد شويه عن موضوع السيلوز. فانا بقول انه الصفات دي كانت بتتفاعل ما بين اشخاص عاقلين موجودين في ذات واحده، لهم ذات واحده، لهم جوهر واحد، لكنهم لهم عده تعينات، لهم عده ايدنتيفيكيشن. فبنقول كده كان يمارس هذه الصفات من الازل بينه وبين ذاته، فعليه لابد ان تكون ذاته عينها، يعني كيانه ده، مع وحدانيه جوهره هي بنفسها جامعه، ذات جامعه، اي لها تعينات كثيره وليس تعينا واحدا. وان كانت لذات الله تعينات، فليس كل تعين منها هو جزء من الله، بل هو الله ذاته، لان الله غير مركب. يعني ما تفتكرش انه الله عباره عن ثلاث تلات، تلت الاب وتلت الروح القدس وتلت المسيح. لا، التعين معناه ان هو الجوهر له تعين، فالتعين هو الذات، مش انه عباره عن ثلاث اجزاء ركبوا متركبين يعملوا لي الله المثلث الاقانيم. في صوره هنشوفها بعد شويه هتشرح لنا الفكره دي. لان التعين، تعين الله، هو الله ذاته، وبذلك يكون كل تعين من هذه التعينات هو الله الازلي الابدي. عشان كده بنسميها الوحدانية الجامعة المانعة. ولا حد فاهم حاجة؟ اوكي. طيب خلينا نفكر في الفكرة دي وكيب ات ان مايند. الله عنده، خلاص، الله عنده جوهر، اوكي، ال H2O. خلينا نحطه بالمثل عشان نقرب. والله عنده صفات، اتفضل. جوهر دي مانيفستيشن، صح، بتعبر عن الجوهر، مظبوط. ليه خصائص، خلينا نقول ليه خصائص. الجوهر ليه خصائص، ليه صفات، الصفات دي بتعبر عنه. زي ما قلنا ال H2O الميه ملهاش لون ولا لها طعم ولا لها ريحه، خلاص. ال H2O ديت ممكن تبقى ثلج، ممكن تبقى بخار، وممكن تبقى سائل، صح؟ ما حصلش اي اختلاف في الجوهر بتاعها، لكن حصل اختلافات في المظهر بتاعها. اوكي. ده اللي جوه، يعني طبعا ده بالظبط، انا عايز اقول انه ده الستريشن بسيط لفكره انه الله جوهر واحد وله ثلاث تعينات.
فكل تعاين من دول لما باجي اشوف التلج بقول له ده عباره عن H2O، لما بشوف الليكويد الميه بقول دي H2O، لما بشوف البخار بقول ان ده H2O. ما بقولش ان البخار زائد الميه زائد التلج، الثلاثه دول كونوا الجوهر بتاع الميه، صح كده؟ وصلت شويه؟ طيب اوكي، دي الفكره احنا بنحاول نقولها. فعشان كده لما الله عنده صفات زي المحبه، الاراده، التعبير، التفاعل ما بينه ما بين صفاته دي لازم تكون مع حد تاني عاقل. فمش ممكن اقول انه في حد تاني كان موجود مع الله، لان احنا لا ما بنشركش مع الله احد. ولا بقول ان الله مركب، لان احنا بنرفض التركيب، لكن بنقول انه الجوهر الالهي واحد لكن له ثلاث تعينات بيتفاعلوا مع بعض. اوكي؟ دي الفكره اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، اللي من خلالها هنبتدي نتكلم في محاضرتنا النهارده عن الثالوث. في اي ناديه؟ حالا هنتكلم عنها. صبر عارفه؟ شو اتفضل. العام هي بالعربي صدقيني. يعني حد معين. عايز اقول حد له ايدنتيفي، يعني هو بالفرنسي اسمه ايدنتيفي، يعني حد ايدنتيتي، او انا قادر مناعة، يعني بيمتنع عن اي شيء اضافه لي او يشكل حاجه غلط في هذا الكائن. كارمن، اي اندرستاند هاو لاف ووز practiced between. حاضر ها. But what about this? حاضر 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 يا جماعة، حاضر 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 يا جماعة، ممكن تدونا فرصة بس؟ اوكي، ما احنا فهمنا الحتة الأولانية يا مجد. أيوة كده فهمنا. طيب حالا نمشي واحدة. طيب إيه حكاية الثالوث؟ وإزاي الكلام؟ ايه الكلمة قلت يعني؟ ايدنتيتي. ما انا قلت لك بالعربي التعين. تعين. طيب. هنتكلم على الثالوث، وده من الموضوعات طبعا صعبة. هنشوف الفكرة، بس هنشوف أهم من الفكرة، هنشوف إزاي الكتاب المقدس بالعهدين قدم الثالوث، وازاي الكتاب المقدس من العهدين بيقول. حاضر حاضر يا شهود يهوه، شهود يهوه بيقولوا انه ما جاتش كلمه الثالوث في الكتاب المقدس. حاضر، لكن جت في الكتاب المقدس من اول التكوين لغايه الرؤيه، كل التعليم الكافي اللي فهمنا وجود ثلاث اقانيم في وحدانيه واحده، وايضا ان كل اقنوم من الاقانيم دول له صفات الجوهر الالهي، صفات الكيان الجوهر الالهي. فاكرين اتكلمنا عليها في الاول، ان هو كليه الوجود، كليه العلم، كليه المعرفه، كليه القدره، انه كان خالق، الصفات الخاصه بالله اللي ما فيش حد من المخلوقات بيشترك فيها. فالكتاب المقدس هيثبت لي، وده اللي احنا هنعمله بعد شويه، انه في وحدانيه، في ثلاث اقانيم، كل واحد منهم هو الله، كل واحد منهم متفاعل مع بعضه، وايضا هيقدم لي بالدليل الكتابي بالايات وجود الصيغه بتاعه المفرد والصيغه بتاعه الجمع. هنشوف المسيح قدم الفكره ازاي، هنشوف كمان الرسل في العهد الجديد قدموا الفكره بتاعه الثالوث ازاي. مصطلح الثالوث طبعا مش موجود بالحرف في الكتاب المقدس عشان نكون امنا. المصطلح بدا استخدامه في القرن الثاني، وكان اول ظهور ليه كان في كتابات احد الاباء اسمه سوفيرس الانطاكي، توفى في عام 81 181، وترتليانوس اللي عاش من 165 لغايه 220. يعني بدا الكلام ده في القرن الثاني الميلادي مع الاباء الاولين، بداوا يكتبوا على فكره الثالوث، يستخدموا هذا المصطلح. المصطلح المشهور هو كلمه الاقانيم، ودي كلمه سريانيه. الكلمة السريانية مش موجود زيها في اللغات التانية.
ففي الانجليزي واللغات الاجنبيه بيستخدم كلمه بيرسون، ودي اللي بيخلي شويه الناس مخها تروح انه بيتكلم على شخص، عندي 3 اشخاص. كلمه الاقنوم، الكلمه ميزتها انه كيانات لها تميز، لكن بتشترك في جوهر واحد، زي ما قلنا على فكره الميه والبخار والثلج. الثلاثه لهم مظهر ولهم تميز عن بعض، يعني اقول الثلج مختلف عن الليكويد، مختلف عن البخار، لكن لهم جوهر واحد. عشان كده بنفضل دايما كلمه الاقانيم، رغم انه ملهاش للاسف في الانجليزي نفس الكلمه القويه، لكن لما نشرح، ممكن في العربي احنا بنستخدم نفس الكلمه السريانيه علشان نشرح الفكره، انه تعينات لها تميز لكن بتشترك في ذات الجوهر، لها جوهر واحد لكن لها تعينات، او لها اقدر اقول شخصيه متميزه. فالاب متميز عن الابن، والابن متميز عن الروح القدس، والروح القدس متميز عن الابن. بصوا معايا الصوره دي وخلونا دايما فاكرينها. بنقول انه لو قلت الذات بتاعت الله او جوهر الله هو الجوهر دي، هو الله هو الجوهر الاساس بتاعي في الرسمه دي، اوكي، بقول انه له 3 تعينات، فالله هو الاب، الله هو الابن، الله هو الروح القدس. او اقولها بطريقه ثانيه، الاب هو الله، والابن ايضا هو الله، والروح القدس ايضا هو الله. الكيان الداخلي او الجوهر الداخلي هو واحد اللاهوت، لكن التعينات او الايدنتيفيكيشن اللي بره، او الايدنتيتي اللي بره، اوكي، كل واحد فيهم اتقال عنه وعبر عن نفسه وله خصائص الله. فمثلا لما اشوف الروح القدس هلاقي انه اتقال عنه ان الله، وانه كان شريك في الخلق، وانه كلي العلم، وانه كلي القدره. لما اروح للمسيح الابن هلاقي نفس الكلام، موجود من الازل، كلي القدره، كلي العلم، كلي المعرفه، متواجد في كل مكان، بيعرف الافكار، عنده سلطان على الخليقه، عنده سلطان على الحياه والموت، ايضا كان شريك في الخلق. لما اروح لله الاب في العهد القديم وفي نصوص الكتاب المقدس هلاقي ان نفس الكلام، الله الاب يختص وله صفات اللي بنقول عليها انه الخالق، وانه كلية القدره، وكلية العلم، وكلية المعرفه، كل الكلام ده كله موجود. خلاص، لكن لما اجي ابص من بره الاقي انه الاب مش هو الابن، يعني مش الله الاب هو اللي نزل اتجسد عشان يتصلب، صح؟ وبص على الله الابن الاقيه يختلف عن الروح القدس، متميزين عن بعض. مثلا مش الروح القدس هو اللي اتجسد وهو اللي اتصلب، والمسيح قال عن نفسه ان انا لما هصعد هرسل لكم معزي اخر يمكث معكم ويكون فيكم، اتكلم عن الروح القدس. قال عنه انه الذي من عند الله الاب ينبثق، وقال عنه ان هو موعد الاب، واتقال عنه ان هو اللي بيرسل، ان المسيح هو اللي هيرسل الروح القدس، ان هو اللي هيعمد بروح القدس. اذا المسيح الله الابن والاب هما الاثنين بيرسلوا الروح القدس. هنشوف حاجات كتيره واحنا ماشيين مع بعض. فاللي انا عايز اقوله من الرسمه دي افتكرها معايا كويس، انه الجوهر هنا هو الله اللاهوت. التعينات الخارجيه او التعينات بتاعت الجوهر دي، في عندي 3 تعينات، هو الله الابن، الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. كل واحد فيهم هو الله في ذاته، لكن بينهم وبين بعض في تميز. مش عايز اقول كلمه اختلاف، لكن عايز اقول كلمه تميز. فالمسيح بيكلم الاب، والله الاب يقول عنه انه هذا هو ابني الحبيب، والروح القدس يجي يحل على الابن اللي كان بيتعمد. فقادر اشوفهم، او قادر
أدركهم منطقيا إن هم ثلاثة متميزين لكن لهم جوهر واحد. طيب تعالوا نشوف الآيات اللي بتكلمنا عن كده، وتعالوا نشوف إيه الحكاية. في يوحنا ثلاثة، إحنا هنمشي مع بعض في الآيات. لو معانا كتب مقدسة خلونا نفتحها ونشوف مع بعض الآية. في يوحنا 3 35 المسيح بيقول كده: الآب يحب الابن. صح؟ موجود عندكم في الكتاب؟ في كتابك انت. انا اشك في كتابك انت. طب ماشي. يوحنا 3 36 35 اوكي. الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله. اوكي، فبقول لك ايه، الاب يحب الابن، فبيوري لك انه في علاقه حب متبادله موجوده. موجوده من امتى؟ موجوده منذ الازل، الاثنين بيحبوا بعض منذ الازل. يوحنا 14 10 11: انا في الاب مكتوب. نعم، مع أن لما بتكلم عن الله في علاقة المعنى والله احنا بالظبط. ماشي، يوحنا 14، يوحنا 17، يوحنا 17 كام يا اخي؟ صحيح صحيح. عدد 25، عدد 25 بيقول ايه؟ لانك احببتني قبل انشاء العالم. اوكي، في اخر خمس آية 24، اسف، آية 24 اصحاح 17 آية 24. بيقول ايه في ساعات في الايه دي؟ اكون انا لينظر مجدي الذي اعطيتني لانك احببتني قبل انشاء العالم. اوكي، يبقى هنا المسيح بيقول عن نفسه ان هو موجود قبل انشاء العالم مع الاب، وكان في ما بينهم علاقه حب متبادل. صح؟ اوكي، نكمل حته ثانيه. يوحنا 14 10 و11 بيقول لهم كده: انا في الاب والاب فيا. الاثنين موجودين في بعض، يسكنوا في بعض. دي علاقة متبادلة بتوري لك الوحدة، الوحدة والتميز في نفس الوقت. لأنه قادر يقول إن أنا والآب. فاتنين بيكلموا بعض، لكن في نفس الوقت هما الاتنين جوهر واحد. اتفضلي. يس. حلو السؤال. سؤال بيقول الهام بتسأل، بتقول المسيح موجود منذ الأزل، لكن ظهوره أو تجسده في وقت معين ده ما يعتبرش تغيير طرأ على الله؟ لا، لأنه ما حصلش تغيير في الجوهر. يعني المسيح ما اتولدش، يعني ما كان، يعني مش ما كانش موجود، الله ما اتولدش. يعني أقصد إنه المسيح بأقنوم الابن، اوكي، ما ظهرش في الطبيعه الالهيه وقت الوقت الوقت تجسده وقت ميلاده من العذراء. اوكي، لكنه موجود. الولاده من الاب لا تساوي الولاده من العذراء. الولاده من الاب ده الوجود الازلي في الله الاب. اوكي، اللي حصل هنا ان هو ما اتخلقش او ما حصلوش وجود فجاه، لكنه اتحد بالطبيعه البشريه. فهنا ما حصلش اختلاف على الله او تغيير على الله، لكن حصل اتحاد ما بين اللاهوت والناسوت. عشان كده بنقول انه بيتحدوا بدون امتزاج وبدون تغيير. تفتكروا فاكرين الجمله دي بتتقال في كل الكنائس، انه اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد الله بالانسان
مش بالجسد الإنساني، بالإنسان المسيح كان طبيعة إنسانية كاملة وطبيعة إلهية كاملة. الاتحاد ده ما نتجش عنه إنه بقى المسيح ده نص إله أو بقى سوبرمان. هو الله بالكامل محصلوش تبرير، وهو إنسان طبيعي زي بالكامل. الاثنين متحدين بدون امتزاج وبدون تغيير. يعني ندرسه لما نتكلم على عقيدة المسيح. فعشان كده ما حصلش تغيير في الذات الإلهية، لكن حصل اتحاد بالإنسانية. نروح للنص تاني في زكريا 13 7 وفي أشعياء 53. ألطاف، تفضلي يا ألطاف. باسم في الآية بتاعت يوحنا 14 من 10 ل 11، هو بيقول هنا أنه ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا، والكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا. فإحنا قلنا في تميز وتعين ما بين الأقانيم الثلاثة. طب لما يقول الحال فيا، مش ده بينفي التميز؟ لا لا، ده بيوري لك الوحده، انه الاثنين بيشكلوا بعض، انا في الاب والاب فيا. يعني انا ساكن فيه وهو ساكن فيا، يعني احنا جوهر واحد. مع وجود التميز ما بيننا، ما بين الابن وما بين الاب، لكن الاثنين في بعض، الاثنين ساكنين في بعض، انا في الاب والاب فيا، والاب حل فيا، اوكي؟ والروح القدس حل فيا. فالتواجد ما بين الاقانيم واحدة واحدة، ذات واحدة، جوهر واحد، لكن التعاملات الخارجية بتاعتهم متميزين مش مختلفين. عشان كده بنقول ما تحاولش تفكر في انه في ثلاث اشخاص بيركبوا بعض، بيركبوا مع بعض يعملوا الثالوث. لا، هم جوهر واحد له ثلاث تعاملات. عشان كده ما بنقدرش نقول، ما ينفعش اقول انه في اختلاف، لكن اقول في تميز ما بين شخصية الابن وشخصية الاب، او التعين الابن وتعين الابن. Thank you. خلينا الكاميرا ونشوف مع بعض برضه، هي كده توضح حته. في زكريا 13 7 وفي اشعياء 53 10، الطفل لو ممكن تقفلي المايك بتاعك بس. بنشوف ازاي الله الاب بياخد حقه من البشريه في الله الابن. ففي زكريا بيقول: استيقظ يا سيفي على راعي وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود. اضرب الراعي. في اشعياء 53 10 بيقول كده: اما الرب فسر بان يسحقه الحزن. يبقى كان في عمليه، واضح انه في اثنين، واضح انه في اثنين متميزين. واحد خاضع لعمليه عدالة أو عملية نقمة أو قصاص، أوكي، يجريه شخص تاني، لكن بيقول عنه إيه؟ يعني الشخص اللي بيجري هذا القصاص بيقول عن الشخص اللي هيقع عليه القصاص ده إيه؟ بيقول إن هو رجل رفقتي، ويقول عليه إنه عبدي الذي أسر به، المحبوب بتاعه. في أشعياء 53 مش بس بيشوفه ان هو المتالم، لكن بيتكلم عنه ان هو المحبوب، واحد بيحبه. اوكي، فاما الرب فسر من يسحقه بالحزن. فبتشوف انه في واحد بيحدث نوع من الالم في الثاني. في متى 11 27 المسيح بيقول كده: ليس احد يعرف الاب الا الابن، ولا احد يعرف الاب، ليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن. ففي معرفه متبادله، ومش على اي مستوى، معرفة عميقة جدا، لأنه بيتكلم عنه إنه أنا عارفه تماما وهو عارفني تماما. أدي التفاعل ما بين صفات الله جوه الجوهر الواحد أو جوه الثالوث. الابن يعرف الآب والآب يعرف الابن. طب الروح القدس قال عنه كده إنه ليس أحد يعرف أعماق الله أو قلب الله غير الروح القدس، إنه يفحص حتى أعماق الله، مش كده؟ وقال عن المسيح، المسيح أكد أنه يأخذ مما لي ويخبركم. فعملية المعرفة الكاملة ما بين الثلاث أقانيم لأنهم جوهر واحد، تؤكد لك وتشرح لك كويس قوي أنه في تفاعل وفي إدراك للثلاث أقانيم مع بعضهم، وأنهم فعلا جوهر واحد.
في عبرانيين 1:8 بتشوف كده اللغة بتاعت الآية غريبة قوي. طبعا هو مقتبسها من مزمور، فبيقول انه اما عن الابن فيقول، عن الابن الله يقول، الله الاب بيقول لله الابن ايه؟ كرسيك يا الله الى دهر الدهور. الله الاب يخاطب الله الابن ويقول له ايه؟ كرسيك يا الله. فتقال عن الله الابن ان هو، ومين اللي بيقول عنه ان هو الله؟ الله الاب. موجود في الكتاب صدقيني. مش موجود عندك؟ موجودة يمكن الشاهد بس. عبرانيين 1:8. هبعت الباوربوينت كله. اوكي كده يا جماعه ناخد حاجات تانية. في يوحنا 14:6 بيقول كده: ليس احد ياتي الى الاب الا بي. فالمسيح بيقول عن نفسه ان هو الطريق عشان يوصلني للاب، طريق لبعض. في يوحنا 17 الحوار جميل قوي، بيكلمه بيقول له: انا مجدتك على الارض، مجدني بقى انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل تاسيس العالم. فالاثنين بيعملوا حركه تبادليه ان هم يمجدوا بعض. انا مجدتك على الارض، فمجدني انت لما ارجع لك تاني، او مجدني. بس خلي بالكم عشان فكره مجدني دي هتبقى جميله قوي، هنفهمها بعد شويه. مجدني بالمجد اللي كان لي عندك قبل تاسيس العالم. ما احنا بنقول ان المسيح عمل ايه؟ اخلى نفسه واخذ صوره العبد وبقى في الهيئه زي انسان، ملوش اي منظر ملوش اي جمال ملوش اي مجد من بره، لكن المجد حقيقي موجود ما ضاعش. فبقول له انا دلوقتي نزلت على الارض ومجدتك، اعلنت لهم اسمك وعرفتهم ان ليهم اب، وحققت هدفك انك انت كنت عايز تجيب اولاد، انا جبتهم لك. الان مجدني بالمجد اللي كان لي عندك قبل تاسيس العالم. المسيح لما هيتمجد، يعني دي حته في النص كده بس عشان نطر الكلام شويه. المسيح لما هيتمجد بعد قيامته بياخد المجد بتاعه اللي كان ليه منذ تاسيس العالم، بس بياخده المره دي هو ايه؟ انسان. ليه؟ علشان ليا. هيديهوني انا. فكره ان المسيح صعد بالجسد وجلس عن يمين الاب بالجسد وتمجد بالجسد، ده بيقول ايه؟ هذا هو المجد اللي ليكم في الرأس بتاعكم المسيح. هي عبقريه، هو عبقري، هو عملها بطريقه ما مش اي حد يفهمها، مش اي حد يعملها. يعني الانسان بيحاول يدور على ان هو يرضي الله. لا، هو الله عملها له بطريقه ثانيه خالص. انا مش ترضيني ده، انا يعني الناس يقول لك الذي يرضى عنه او رضي الله عنه. هنا الحكايه الحقيقه ان الله مش بس فكره رضى عنه، الله اداك المجد بتاع المسيح ابنه. فاتس اميزنج اللي احنا هنشوف المره الجايه لما نتكلم على علاقتنا بالثالوث وعلاقه كل واحد من الاقانيم بينا، هتكتشف يعني ايه، يعني ايه الله بيحبك. مش الحب العاطفه والمشاعر اللي الناس بتحاول تتكلم عنه، لكن حب له ثمن وله قيمه عظيمه يعني. طيب في تكوين 1:26 يقول كده: قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. في 11:7 هلما ننزل ونبلبل هناك لسانه. هنتكلم عنها بعد شويه في حاجه ثانيه، بس ده بيوري لك انه في نوع من الحوار المتبادل ما بين
ثلاثة. ليه بقول ثلاثة مش اثنين؟ لأنه في اللغة العبرية زي العربي بالظبط، عنده مثنى وعنده جمع. الأرامي ما عندوش كده، الأرامي عنده مفرد وجمع زي الإنجليزي، مفرد وجمع. مفيش موضوع المثنى. العبري والعربي عندهم المثنى. فهنا النص العبري يجي بصيغة الجمع اللي هو أكتر من اثنين، ثلاثة زيادة. في يوحنا 14 26 يتكلم عن المعزي الروح القدس. وأما المعزي الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي. في أعمال الرسل يقول عنه بطرس كده إنه المسيح لما ارتفع بيمين الآب أخذ موعد الروح القدس وسكبه من الآب وسكب. يبقى الروح القدس، الآب بيبعت الروح القدس والاب ايضا بيسكب الروح القدس. يوحنا قال عنه ان هو يعمدكم بالروح القدس. فعملية الارسال متبادله. طب وايه تاني كمان؟ تعال نشوف في العهد القديم. بيقول عنه والان السيد الرب هو الاب ارسلني اللي هو الاب وروحي. فالثلاثه بيرسلوا، يعني الثلاثه بيرسلوا بعض، او يعني مش يعني او الثلاثه لهم في تفاعلهم مع بعض عملية الإرسالية. الآب يرسل الابن، الآب يرسل الروح القدس، الابن أيضا يرسل الروح القدس، والروح القدس يرسل الابن أو يؤيد إرسالية الابن. الكلام ده كله أنا بقوله عشان تشوف التفاعل اللي موجود ما بين الثلاث أقانيم، تميز ووحدة وتفاعل. نعم. أني آية؟ لا ده في أشعياء، أشعياء 48 16. إحنا لسه هنيجي للكلام ده واحدة واحدة بعد شوية صغيرة، عشان هنستخدمه في حاجات تانية. نعم اتفضل. في تخيلنا احنا، في تخيلنا عشان بنتخيل من الصور اللي احنا سالا بتقول it seems انه في تخيلنا الاب اعظم من الابن. العلاقه اللي ما بينهم، طبعا احنا في عندنا شوية صور من اللي بنشوفها في الصور بتاع زمان دي بتاعت الكنايس ملخبطانة شوية، لأنه دايما لما كان حب الفنان يرسم الله الآب والله الابن والله الروح القدس، فما كانش عارف يعبر بالرسم غير بأنه الله الآب، فبيصوروا الشخص الكبير العجوز أبو شعر أبيض ودقن بيض وأقرع. الله الابن هو الشاب الجميل المسمسم شعره أسود ودقنه سودة، والروح القدس الحمامة. فانا دايما الصوره دي في ذهني، دايما شايف ان هم ثلاثه، لانه دايما الصوره كانت بتقول في ثلاثه، هو بيحاول يعبر عن الفكره بالرسم. دايما شايف ان الله الاب ده قاعد فوق على العرش، والله الابن ده هو اللي شغال بقى. هم الثلاثه واحد، ما هو هنا بيتكلم عن الثلاثه هم جوهر واحد. في اختلافات او في تميز في دور كل واحد منهم، لكن ما فيش نوع من تعالي واحد على التاني، ان هو جوهر واحد. يعني خلي يعني keep in mind ان هم جوهر واحد، لكن التعين كل واحد فيهم له وظيفه، له دور او له خدمه معينه تجاهنا. ناخد بريك ونرجع نكمل الكلام ده. اوكي 5 دقايق عشان في واحده فين بدأ النار يشتعل، يعني عارفين عملية اشتعال النيران طالعة من هنا. اوكي 5 دقايق ونرجع تاني عشان نخش اكتر في فكرة الثالوث. عايزين نشوف ازاي الكتاب المقدس قدم لنا الفكرة دي، وهل هناك برهان كتابي على الكلام اللي احنا بنقوله؟ لانه مثلا ناس زي شوذ يهوى بينكروا فكرة الثالوث، بينكروا الوهية المسيح، يقول لك هو نوع من الالهة، او هو he is a god he is not the creator، هو مش الخالق، فبيحطه في مرتبة أقل، بيشوف روح القدس إن هو مجرد قوة. فعنده فهم خاطئ للآيات، ومصر طبعا عليه، يعني ما تتعبش روحك معاه قوي. طيب إزاي العهد القديم أولا قدم لي الفكرة دي؟ نمرة واحد، العهد القديم أكد مرارا وتكرارا على وحدانية الله. فعندي نص شهير تثنية 6:4، اسمع يا اسرائيل الربنا رب واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك. بس ده مني واضح انه العهد القديم
يؤكد على وحدانية الله. كلمة واحد بالعبرية، الكلمة واحد بتعني أو كده إخاد بتعني وحدة، يونيتي أو يونيت. نفس الكلمة فيها فكرة الوحدانية الجمع. نفس الكلمة دي استخدمها لما جاي يقول عن آدم وحواء إنه يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنين جسدا واحدا. الاثنين يصبحوا جسد واحد، فاستخدم نفس الكلمة هي بتاعت إلهنا رب واحد، هي نفس الكلمة إخاء. إخاء بتعني وحدة جامعة أو يونيتي، مش واحد في رقم في المطلق. بتشوف حاجة غريبة قوي إنه الله بيشير لنفسه بصفة صيغة الجمع. وعشان تبقى مطمن، العبري ما عندوش صيغة التعظيم. يعني ما بقولش حضراتنا مثلا أو فخامتنا. لا، ما عندوش الصيغة دي. اللغة بسيطة قوي. فهنا بيقول إيه؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. وهذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي انه اللغه العبريه فيها المثنى وفيها الجمع، فهنا الجمع اللي هنا هو جمع ثلاثه فصاعد. عشان كده ما اقدرش اقول انه بيتكلم على اثنين، هو عنده مثنى، فاللغه العبريه بتؤكد لي. اتفضلي. طب كويس. سألوا شكل وادي قمران. حلو حلو، يا بختك، يعني شفت حاجات جميلة. في سفر أشعياء، أشعياء 6 8، لما شاف الرؤيا شاف كده وسمع، بيقول كده: سمعت صوت السيد. السيد بيقول إيه؟ من أرسل ومن يذهب من أجلي، من أجلنا. واخدين بالكم؟ في نفس الجملة، نفس الجملة، من أرسل مفرد ومن يذهب من أجلنا. فالكتاب المقدس العهد القديم بيقول وبيوضح كويس قوي إنه لما بيتكلم عن الله بيتكلم عنه بشكل جامع، مش بشكل واحد في المطلق. وادي الدليل أهو، ادي الآيات، يا ريت نحفظها ونخلي بالنا من الشواهد بتاعتها. طيب، مش بس كده، الاسم بتاع الله في العهد القديم اللي موجود في أول آية في التكوين: في البدء خلق الله. الله اللي هي إلوهيم، اسمع الكلمة دي كتير، كلمة إلوهيم الكلمة في حد ذاتها جمع. الإيم في الآخر دي، اليه ميم في الآخر دي، جمع وجمع ثلاثة، يعني مش مثنى، ثلاثة فصاعد. مش بس كده، لما تيجي تشوف النص العبري بتاع في البدء خلق الله السماوات والأرض هتلاقي تصريف الفعل خلق بتصرف في الضمير الغائب اللي هو ال third singular person، مش plural. يعني يعني خليني اقولها ازاي، الانجليزي ما فيهوش مثلا اقول انه في البدء خلق الله، فبقول بالانجليزي in the beginning. لو قلت God، خليني اقولها God creates. الجرامر ما بيركبش، مش صح، لانك بتتكلم على صيغه جمع، لكن لما تيجي تصرف الفعل بتصرفه بصيغه مفرد. ففي العبري برشيد برا الوهيم، برا لو كان الوهيم ده يقصد بيه ثلاثه، رغم ان هي جمله، رغم ان هي اسم لجامع، اسم واحد جامع، لو كان بيقصد بيه ثلاث افراد منفصلين كان خلى برا دي براؤو. حد بيعرف فرنساوي شويه؟ فاهمين فرنساوي؟ فهمتوه كده. فاكرين الكونجيجيزون بتاعت الفيربات، التصريف الافعال، لما كنا بنقول فاكرين كان في حاجه اسمها ال وال افيك اس، مش كده؟ مثلا ال ا وال زون، هنفكره شويه العبري اسهل. طيب، فلما بيقول مثلا ايل افيك اس، اللي هي ايل افيك اس اللي هي الجمع، الضمير الثالث الجامع، الجمع يعني، لما يصرف معاه
إل أفيك أس يحط أ في فيرب أفوار ده غلط، جمع مع مفرد، فده ده المفروض إن هو بالشكل الجرامر غلط، لكن الحقيقة بتقول إيه؟ إن هو بيتكلم عن الله الواحد الجامع، عشان كده من أول كلمة في سفر التكوين، أول آية في سفر التكوين كلمة إلوهيم هي جمع للكلمة إيل. فاكرين بيت إيل، بيت الله، إيل يعني الله، ده المفرد بتاع إلوهيم. فإلوهيم الكلمة نفسها رغم إن هي جمع لكن بتعني شخص واحد. طيب النبوات قدمته إزاي؟ تعالوا نبص نشوف مع بعض. في نبوات العهد القديم لما اتكلم عن المسيح لما هيتولد، يولد لنا ولد ويعطى ابنا وتكون رئاسة على كتفه، ويدعى اسمه ايه؟ الها قديرا. الاله القدير، كلمه اله قدير اللي هي ايل شداي، دي من البدء خالص من اول التكوين بتطلق على الله، على يهوه. انا الرب القدير، لما ظهر ابراهيم قال له انا الرب القدير. فكوني ان انا اصف حد تاني بنفس الصفه بتاعت يهوه، يبقى انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن الله. خلي بالك اليهودي والديانه اليهوديه very very strict، مش بيكتب كده لا ده يعني مدقق الى اشد الدرجات. فلما يصف الابن اللي هيتولد لينا وان هنعطى ولد، يصفه في النبوه اشعياء احد الانبياء الكبار، يصفه بان هو الاله القدير، يبقى اذا هو بيتكلم على مين؟ على انه المسيح اللي جاي يتولد، ده اللي هيتولد من العذراء، هو يهوه. فاذا العهد القديم عارف وموضح من خلال كلامه ونبواته انه الشخص اللي هيولد اللي هيتجسد ده هو الرب. ثلاثة تكوين بعتقد يمكن 12 او 15 لما قال له انا الرب الاله، انا الاله القدير، الرب القدير. مش فاكر النص قوي. طيب في سفر ميخا، تعالوا نفهم بعض النص ده. في سفر ميخا 5:2، فاكرين العهد القديم ولا نسيتوه؟ راجع ايه؟ يا نهار ابيض، خش مع المجموعه الجديده بقى. طيب في اصحاح 5 آية 2، الايه دي مهمه قوي، بتتسمى ايه الازليه او ايه ازليه الابن. اما انت يا بيت لحم افراطه وانت صغيره ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. الله بيتكلم لبيت لحم دي، بيقول لها هيخرج منك واحد ليا. الشخص اللي خارج منك ده مخارجه منذ، طب مين كان موجود منذ الازل؟ خلي بالك ده مين اللي بيتكلم؟ الله. الله بيقول عن الابن اللي هيتولد واللي هيخرج من بيت لحم انه مخارجه منذ القديم منذ الازل. يبقى ان العهد القديم بيوريني الله الاب، ويوريني الله الابن، وانه الاثنين لهم صفات مشتركه ان هم منذ الازل. طيب مش بس كده، تعال نفتح مع بعض اشعياء 48. الايه دي جميله قوي، مهمه قوي، اشعياء 48 16. كتاب مسروق منه صفحات. اوكي 48 16 بيقول ايه؟ منذ وجوده انا هناك. 48 16 أشعياء 48 16.
طيب تقدموا الي اسمعوا هذا. انا واخد الجزء الاخير بس. طيب اوكي. منذ وجوده انا هناك، والان السيد الرب ارسلني وروحي. منذ وجود الله انا هناك، والان ارسلني الرب، او الرب ارسلني وروحي. كم واحد هنا في النص ده؟ انا الرب روحي. يبقى العهد القديم اتكلم عن الثالوث، اتكلم عن ايه ده في العهد القديم. تعالي نشوف حاجات تانية. في امثال 30 4 سفر الأمثال صح 30 آية 4. بيقول كده: من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من سار المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ أكيد أكيد هم فاهمين إنه الله ما خلفش يعني خلفة جسدية، لكن بيفهم اليهودي كلمة ابنه بمعناه المعادل له. عشان كده لما المسيح قال عن نفسه إن هو ابن الله، كانوا عايزين يرجموه لأنه فهموا إن هو بيعادل نفسه بالله. فكلمة الابن في المفهوم اليهودي بتعني المعادلة والمساواة، إن هم جوهر واحد. تعال نشوف حاجات تانية. تفضل. يس. بس لا، انا عمال كل قليله، انا بوريك ازاي الايات مثلا بيتكلم عن الله. والله قال الرب لربي. اوكي. او الله يقول عنه انه عن الابن يقول كرسيك يا الله يا دهر الدهور. الاب الله الاب يقول الله الاب على الثلاثة في نص واحد موجودة. شفنا في إلهيم، إلهيم ثلاثة، نعمل من أرسل من يذهب من أجلنا. أوكي. ثالوث، ما احنا بنحطها. واحد بيقول من أرسل ومن يذهب من أجلنا. طب إزاي؟ هوري لك بعد كده شويه قدام يعني حبه صغيرين، هنشوف ازاي المسيح في المحاكمه بتاعته قدام رئيس الكهنه استخدم حاجه، ورئيس الكهنه استخدم صيغه فاهم منها ان هو ده الله. اوكي. في العهد القديم، العهد القديم بيقول ايه؟ في عندي ظهور لملاك اسمه، كنت قلت لكم المره اللي فاتت عليه، اللي هو ملاك الرب او ملاخ ادوناي. ملاخ ادوناي ده بيظهر، لكن لما بيظهر بيتكلم بصيغ الرب. تعالوا نفتح مع بعض مثلا 16، لما طردوا هاجر او هاجر هربت ووجدها ملاك الرب على عين الماء. فتخيل ان هو، الناس لما بتقرا كده بتتخيل ان هو ملاك عادي، يعني واحد من الملائكه اللي ربنا خلقها وارسلها. بس بصوا النص بيتكلم عنه ازاي، او هو بيتكلم جوه النص ازاي، يبين لك انه ده مش ملاك عادي. تكوين 16 آية 7: فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البريه، وقال يا هاجر جارية سراي من اين اتيت والى اين تذهبين؟ قعدت تكلمه، فقال لها ملاك الرب ارجعي لمولاتك واقطعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب، خلي بالك، تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. مين اللي عنده السلطان يتكلم كده غير إنه يكون ربنا؟
فقال لها ملاك الرب: ها انت حبل فتلدين ابنا. واو، انت عرفت ازاي؟ اذا انت تعرف كل شيء. وتدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع لمذلتك، وانه يكون انسانا وحشيا يدعو على كل واحد ويد كل واحد عليه. انت بتتكلم على المستقبل، انت تعرف المستقبل. وامام جميع اخواته يسكن، فدعت اسم الرب الذي تكلم معها: انت ايل رؤي. يبقى هنا بيكلمني على شخصيه في العهد القديم اسمها ملاك الرب. وقلنا كلمه ملاك الرب في العهد القديم، كلمه ملاك او ملاك في العهد القديم بتعني مسنجر، رسول، مرسل من عند الرب. الشخص ده لما كان بيظهر، كان بيظهر ان هو بيحمل رساله، لكن كان يتكلم بكلام بصيغه الرب او كانه هو الرب. والدليل على كده هاجر راحت سمت ايه؟ دعت اسم الرب الذي تكلم معها ايل، انت ايل رؤي. ايل يعني الرب الله، رؤي يعني مرئي او رؤي او ظهر لي. لانها قالت: اها هنا ايضا رايت بعد رؤيا. لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤي، بيوصفها هي فين. نص تاني في تكوين 18 لما ظهر لابراهيم، آية 13، فقال لابراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة قالت وأنا قد شخت؟ ده عرف سارة بتفكر في إيه؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة وأكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك لأنها خافت. فقالت: لا، فقال: لا بل ضحكتي. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. وبعدين ايه؟ بص بقى، فقال الرب: هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ وكان الرب ماشيا معهم ليشيعهم. الثلاثه اللي ظهروا له، واحد بس اللي عمال يتكلم، بعدين ماشيين مع بعض خلاص بيوضحهم. فقال الرب: هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ وقعد يتكلم كده. وقال الرب: ان شخص هتهلك الناس دي، ما تصنعش عدل. طب عشان خاطر دول، طب لو لقيت فيها 50، انا لقيت 50 ماشي، طب 40، طب 35، طب 30. قعد يتفاصل معاهم، في النهايه ما عرفش ياخد، يلاقي حد في المدينه. الملاي الثلاثه اللي ظهروا دول كان فيهم واحد بس اللي عمال يتكلم. اوكي، الشخص ده يقول لك كده: وقال الرب انه هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ في يشوع 5 مشهد تاني لنفس الملاك ده، سفر يشوع اصحاح 5 وآية 13: وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر، وإذا برجل واقف قبالته وسيف مسلول بيده. فصار يشوع إليه وقال له: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب. طبعا لغاية هنا ممكن تفتكر أن هو ملاك أو رئيس ملائكة. الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد، سجد وقال: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب يشوع: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك. الشخص ده بيقبل السجود، الشخص ده بيقول له اخلع عليك، بالظبط زي ما حصل مع موسى لما في مشهد العليقة قال له ايه؟ اخلع عينيك، الأرض اللي تقف عليها أرض مقدسة، لا بسبب حضوري هنا انا قدست المكان. نفس الملاك ده او نفس رئيس جند الرب ده، خلي بالك ان الرب نفسه اسمه ايه؟ اسمه رب السباقوت، رب الجنود. اوكي، الشخص ده بيظهر ليشوع وبيقول له اخلع عن عينيك عشان الارض اللي واقف عليها دي ارض مقدسه، وبيقبل السجود. الملاك الطبيعي ما بيقبلش السجود، وشفنا كده في اماكن كتيره في الكتاب. طب الروح القدس، تعال نشوف العهد القديم قدم ازاي روح القدس. في تكوين 1:2 بيتكلم عن روح القدس كان موجود في الخلق، وكان روح الرب يرف على وجه المياه. طيب الروح القدس قال عنه ان هو ايه في مزمور 139: اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب؟ اذا روح القدس موجود فين؟ في كل مكان، او روح الله موجود في كل مكان.
في أيوب بيقول عنه إن روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني. يبقى روح الله صنع، إذن هو في الخلق موجود يشترك في عملية الخلق. في بشارة الملاك العذراء لما قالت له ازاي انا اخلف وانا ما عرفتش، قال لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك. اذن الروح القدس كان مشترك في عمليه صعبه تحصل. الله القدير، اوكي، انه ايه، إن يحصل من خلال الروح القدس يحصل عمليه تجسد او عمليه الحبل العذراء، قوه العلي تظللك. فلذلك القدوس المولود منك اللي هو المسيح يدعى ابن الله. طب في العهد الجديد كمان قدم لي ايه؟ شفنا في صيغه المعموديه المسيح لما قال لهم اذهبوا وتلمذوا الناس كثير على العالم اجمع وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، مش باسماء. اوكي؟ طيب في حديث المسيح عن الاخير مع التلاميذ بيقول لك ايه؟ بيتكلم عن الاب، بيتكلم عن الاب وبعدين بيعد التلاميذ بالروح المعزي اللي هو روح القدس. وفي النوتس عندكم هتلاقي بيتكلم لما جاي يتكلم عن معزي اخر بيستخدم كلمه بالانجليزي باليوناني اسمها الوس، بتعني اخر من نفس النوع، لانه في كلمه تانية اسمها ايتيروس، ايتيروس بتعني اخر من نوع مختلف. لما يستخدم هنا يستخدم كلمه الوس مش ايتيروس، وده ياكد لي ان الوحي هو وحي لفظي. يعني الله اشرف على اختيار اللفظ بكل دقه رغم انه كاتب ما اتغش شخصيته، مش وحي املائي. اوكي؟ يلي في بالي بس شايف الدقه، شايف الدقه بيستخدم ازاي اللفظه اللي الوهيم دي مثلا. خلينا نفكر حاجات، يعني لو واحد بيكتب على مزاجه ازاي يكتب من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ لو انا بكتب منطقيا مش هعرف اكتب كده، يعني لغويا مش هعرف اكتب كده، مش كده؟ ايه هي؟ طيب هو بيتكلم بجمع، بيتكلم بصيغه جمع. طيب ما هو لو انا بتكلم عن الله في المطلق، واحد في المطلق، اوكي، كنت هقول كده الله قال انزل الان وابلغ السنتهم. هو في اماكن يتكلم عن الله بصيغه المفرد، لكن اماكن تانية يتكلم عن الله بصيغه الجمع. اوكي حاضر. اوكي ما هنخش في الوحي اللفظي دلوقتي. طيب خلينا نخلص دي ونكمل الجو. طيب قلنا صيغه المعموديه، في عندنا صيغه ثانيه اسمها صيغه البركه الرسوليه اللي كتبها بولس. بيقول ايه؟ نعمه ربنا يسوع المسيح، محبه الله وشركه الروح القدس مع جميعكم. اذا هو بيتكلم عن الله، بيتكلم عنه بالطريقه دي. طبعا في حاجات كتير قوي لغويا في الـ في الـ في, الـ في اليوناني، طبعا مش هنقعد ندرس يوناني، لكن لغويا في اماكن كثيره في 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 رسائل بولس لما يقول مثلا الله الاب ابو ربنا يسوع المسيح، الله ابو رب وابو ربنا يسوع المسيح، الواو في العربي بتديني احساس ان هما اثنين على بعض. في لفظه في اليوناني او في حرف في اليوناني وطريقه معينه في تركيب الجمله يفهمك انه الاثنين دول من حاجه واحده، من اصل واحد، او هما شخص واحد. في طريقه معينه في الجرامر في اليوناني، مش هو ده وقتنا هنتكلم فيها. طيب المسيح قدم ازاي هو نفسه، هو شخصه في كلامه ازاي قدم عقيده الثالوث؟ اول حاجه المسيح قال عن نفسه ان هو الله، استخدم كلمه انا هو اهيا. ولما جم يقبضوا عليه قال لهم من تطلبون؟ قال لهم انا. قال لهم المسيح، قالوا انا هو. بيقول لك سقط، وقعوا على ظهرهم سقط. المسيح اعلن عن ذاته لما جاء مثلا بيقول له اتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد؟ قال له انا هو.
برهن بأنه أظهر صفات الله في كل حياته بالقول والفعل، وفي آخر طبعا حاجة هي قيامته المجيدة. يعني إيه الكلام ده؟ لو أنا جيت قلت إن الله عنده صفات مميزة جدا ما يشاركش فيها حد، اللي هي إيه؟ الخلق، كلية الوجود، موجود في كل مكان، يعلم كل شيء، أوكي؟ قادر على كل شيء، بيعرف الأفكار، ويعرف أنت بتفكر في إيه من غير ما أنت تتكلم. كل دي صفات اتكلمنا عنها، اللي هي صفات الجوهر الإلهي أو كيان الجوهر الإلهي، دي ما بيشاركش مع حد فيها. فلما المسيح يقدم نفسه بالمنظر ده، ده بيأكد لي إن هو مين؟ هو الله. مثال، لما عرف نسنائيل كان بيفكر في إيه؟ قال له أرأيتك وأنت تحت التينة. أوكي؟ لما يقول لك إنه علم ما كان في قلوبهم. لما سمعان الأبرص أو سمعان اللي كان في بيته، جات المرأة الخاطئة بتغسل رجليه، فبيقول لك إنه شك في قلبه، قال لك لو كان ده فعلا نبي كان عارف الست دي إيه. فبدأ عارف اللي بيفكر فيه. مين يعرف يعمل كده؟ طيب المعجزات اللي عملها المسيح الخارقة، قيامة الموتى، إنه يتحكم في الطبيعة، كل الكلام ده كله بيقول عن نفسه بالقول وبالفعل إن هو الله. مش بس كده، هو أعلن إنه الثالوث، يعني أعلن الثالوث من خلال إنه بيساوي نفسه بالآب وبالروح القدس. فأنا والآب واحد. الآب لا يدين أحد، بل أعطى كل الدينونة للابن. الاب له حياه في ذاته، وكذلك الابن عنده حياه في ذاته، يقدر يحيي من يشاء او يعطي حياه لمن يشاء. اتكلم عن نفسه وعن الروح القدس انه معزي اخر هيسكن معكم ويكون فيكم. وقال عن نفسه بعد الايام، قال لهم انه ايه؟ ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. طب انت ما كنت مش معانا، اما الروح القدس معاكم. طب هو مش ده مختلف عنك؟ احنا مختلفين في التعايل، لكن احنا واحد في الجوهر. يسوع واحد مع الآب، يسوع مساوي للآب. افتح معايا مرقس 14 وآية 61. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود، قد سمعتم التجديف. التجديف، أأنت هو المسيح ابن المبارك؟ أنت ابن الله يعني؟ قال له أه. مش بس كده، أنت هتشوفني أجلس في النجد وهاجي تاني على السحاب. فراح راجل شق هدومه وقال لك ما عنده، خلاص جدف. هدف تاني مثلا في يوحنا 5 17، يوحنا 5 17 18، فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. لو المسيح ما كانش يقصد، كان بسرعة تراجع وقال لهم لا اوعوا تفهموني غلط، أنا مش قصدي كده. لكن لانه بيقصد الكلام ده هو سكت، ومش بس سكت، قال لهم حاجات زياده. فاجاب يسوع وقال لهم الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. لان الاب يحب الابن والابن يريه، يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه اعمالا اعظم من هذا لتتعجبوا انتم. لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. يعني راح للخطوة أبعد عشان يأكد لهم ما يقصده. أنا بعادل نفسي بالله. فلما قال إن الله أبوه، كان بيقصد
اليهود فهموا الكلام ده انه بيعادل نفسه بالله، عشان كده كانوا عايزين يقتلوه. حاضر. ممكن دي نخليها دي هندرسها مع بعض في عقيدة المسيح، في لاهوت المسيح. حاضر، من غير ما تقوليها انا عارف. 22 22 يا جورج. أنتم تسجدون ل يوحنا 5 22 آسف. لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن. هو في تميز ما بين الاثنين. هو لأنه الآب حب العالم. أوكي؟ وأرسل الابن عشان يخلص العالم. وأعطى للابن ده حاجتين، انه يخلص ويحيي، وانه في النهايه هيدين. عشان كده لما تقرا النص كده في النهايه بيقول له ايه؟ النهارده لما انا بتكلم الاموات لو سمعوا صوتي، الاموات روحيا لو سمعوا صوتي هيحيوا. لانه ستاتي ساعه حين يسمع الذين في القبور اللي هم موتى الجسدين صوت ابن الله، واللي سمعوا هيقوموا ويخرجوا الى دور الحياه، دور قيامه الحياه ودور قيامه الدينونه. اوكي؟ ومين اللي عنده الدينونه؟ هو الابن. فبيوري لك انه اقنوم الابن الله الاب اعطاه حق الادانه. ده اللي بيظهر معايا في سفر الرؤيا لما بلاقي انه اللي استحق انه يفتح ختوم السفر هو مين؟ خروف. هو اللي من حقه ياخد السفر ويفتح ختومه. اوكي. يسوع واحد مع الروح القدس. ما قال عن نفسه انه ابعت معزي اخر هيمكث معي. قلت لكم على كلمة الآخر دي إن هو معزي نفس الجوهر بس يعني متميز عن الثاني. المسيح نسب لنفسه وللروح القدس بعض الصفات المشتركة. فمثلا اتكلم عن الروح القدس وقال إن هو روح الحق، وقال عن نفسه إن هو إيه؟ أنا هو طريق والحق. فالروح القدس هو حق، والمسيح في حد ذاته لما قال عن نفسه إن هو الحق قال عن نفسه ان هو هيسكن معهم ويكون فيهم، عن روح القدس، وقال عنه نفسه ان هو بيسكن فيهم، انا اكون معهم الى 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 الى, إلى نهايه الاجيال. لهم صفه القداسه، القدوس المولود منك هو المسيح. وقال الشيطان نفسه قال له نحن نعلم من انت، انت قدوس الله. وقال عن روح القدس ان هو روح القداسه او روح القدس. اتعالى عنه ان هو المعزي، قال عن المسيح برضه ان هو المعزي. ازاي الرسل بقى، تعليم الرسل في الرسائل قدم فكره الثالوث. اول حاجه هنشوف مثلا انه الرسل قالوا عن الروح القدس ان هو روح الله، روح المسيح، روح ابنه. في الايات اللي عندنا دي روميه 8 9 روس الاولى 15 45. حب احنا عندنا وقت ممكن ناخد ايه مثلا. ناخد روميه 8 ماشي. روميه 8 ايه 9 أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح فذلك ليس له. روح الله نفس الجملة روح المسيح. يبقى بيتكلم عن روح الله والمسيح. الروح القدس هو روح المسيح، هو روح القدس وهو روح الله. مش كده؟ بيتكلم عن 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 وحدة واحدة. وإن كان المسيح فيكم، طب هو روح القدس اللي فيا ولا روح الله ولا روح المسيح ولا المسيح؟ مش بس كده، المسيح يتكلم عن نفسه مرة يقول إيه؟ إنه اللي أحبني أحد كده آتي إليه أنا وأبي وعنده نصنع منزلا. يعني موضوع السكنة ده وموضوع الحلول ده ومشاركتنا
مش بس يقتصر على الروح القدس، لكن المسيح والله الآب، لأنه في النهاية أنت بتتكلم على جوهر واحد. عشان كده الناس اللي مش واخدة بالها من الروح القدس وبتعتبر الروح القدس زي مجرد تأثير أو هجوب ريح عاصفة أو شوية نار أو شوية انفعال، أنت مش فاهم حاجة خالص عن الروح القدس. الروح القدس ده الله، الله في حد ذاته في جوهره. فعشان كده محتاجين لما نتكلم عن الروح القدس في كنايسنا وفي اجتماعاتنا، عايزين نبقى واعيين ان احنا نتكلم عن شخص الله، مش عن قوه ومش عن انرجي ولا طاقه ولا حاجه بتسخننا، لا الله. نخاطب الروح القدس. طبعا في اراء مختلفه، في ناس تقول ما تصليش الروح القدس، بنصلي لله الاب في الابن بالروح القدس. اوكي؟ لكن خليني اقول حاجه، طبعا ده النصوص الكتابيه الحرف يعني بالظبط، يعني ما بقولش لا، بس خليني اقول حاجه، هل الروح القدس ده مش الله؟ يعني وهل الله يقبل السجود؟ بيقبل السجود. يمكن ما اتقالش عنه حرفيا في الكتاب المقدس ان هو قابل السجود او انه حصلت عمليه صلاه للروح القدس، لكن في تفاعل، في تناغم يعني جوانا بنتكلم مع الله. مثلا هنا زي ما قلت صفه السكنه، التلاميذ قدموا او الرسل قدموا تميز كل اقنوم، وايضا مع وجود الوحده ما بين الاقانيم. تعالوا مثلا ناخد نص زي اعمال 2 33 34. واذا ارتفع بيمين الله اخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. بيتكلم عن مين؟ عن المسيح لما ارتفع بيمين الله أخذ موعد الآب وسكبه، اللي هو الروح القدس. بيقدم لك الثلاثة هم مميزين وواضحين، وفي نفس الوقت أبيه طبعا بيتكلم على إزاي هو مش شخص عادي، مش المسيح شخص عادي، المسيح هو. شفنا النص بتاع روميا 8 9 و11 لغايه 11 اللي هو روح الله، روح المسيح، المسيح. كل الحاجات دي الرسل قدموها بوضوح. مثلا تعالوا ناخد نص تاني في تيتوس 3 4 لغايه 6. تيتوس صح 3 من 4 ل 6. ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه لا باعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته، خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. فاهمين كويس قوي دور كل واحد في الاقانيم. الله الاب رحمنا وسكب لطفه علينا وخلصنا عن طريق غسل الميلاد الثاني والتجديد اللي بيجريه الروح القدس. التجديد هنا، تجديد الروح القدس معناه التجديد الذي يحدثه الروح القدس، الريجنريشن اللي بتحصل جواك لما تقبل الخلاص. دي مسؤوليه الروح القدس، ده الدور والفانكشن بتاع الروح القدس اللي بيعمله جواك. الذي سكبه علينا سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح، اي بواسطه يسوع المسيح وخلصنا، او بسبب الخلاص اللي قدمه يسوع المسيح. تعالوا نشوف مثلا بطرس الأولى واحد إصحاح واحد وآية 2. بمقتضى علم الله الآب السابق، هو بيقول لهم كده الأول، خلينا نقرأ النص أوله. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونفس وغلاطية وكابادوكية وآسيا وبيثينية المختارين، بمقتضى علم الله السابق، علم الله الآب السابق في تقديس الروح، أي في عمل الروح القدس أن يقدسكم في عملية القداسة اللي بيجريها الروح القدس، للطاعة ورش دم يسوع المسيح. يبقى فاهم أنه في ثلاثة ولا لأ؟ فاهم أنه في ثلاثة أقانيم، كل واحد له دور، كل واحد له أهمية، وكل واحد له فعالية في حياة المؤمن. الأقانيم بتتفاعل مع بعض وبتتمم خطة واحدة، لأنهم لهم جوهر واحد، لهم كيان واحد. يعني
اتفضل. غلاطية 4 4 6. نرجع للنص ده، رسالة غلاطية إصحاح 4 وآية 6، من 4 ل 6. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس يفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه، الله روح أرسل روح ابنه. الابن اللي هو مين؟ ده لسه من شوية بصغيرين، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودة من الناموس تحت، من امرأة تحت الناموس، ليعتد الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذا لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. فقادر الرسول أو الرسل كلهم قادرين يشوفوا كويس قوي الله مع تميز الأقانيم، الله الآب الله الابن الله الروح القدس، وإزاي في وحده وتجانس هم الثلاث اقاليم بيتفاعلوا بيشتركوا بيعملوا بينفذوا الخطه بتاعتهم او الخطه بتاعته الواحده، في انه يجيب الابناء دول، يفدي الابناء دول، يرجع الانسان تاني. اخر حاجه هنعملها مع بعض هي ان نشوف ازاي الكتاب المقدس بعد ما قدم الثلاث اقاليم أثبت ألوهية كل أقنوم. فلو أنا عايز أثبت ألوهية حد، أخدها بشكل مضحك كده وأقول مثلا عايز أثبت ألوهية ماجدة، أوكي؟ إيه الثقة دي؟ لازم ماجدة دي يكون عندها صفات بتاعة الله اللي محدش بيشترك فيها، صفات الكيان الإلهي. اللي هي إيه؟ إن يكون كل الوجود، كل العلم، كل القدرة، وإن يكون اشترك في الخلق. اوكي؟ وموجود منذ الازل ايترنال، وانه مفيش حاجه اوجدته. فتعال نشوف كده مع بعض عمل ايه؟ لما اتكلم عن الله الاب، ده ظهر قوي في العهد القديم لما كان بيتكلم عن يهوه. فهنلاقي انه يقول له كده انا اهيا الذي اهيا، انا الكائن بذاتي. في مزمور 89 مثلا ايه 26، تعال نشوف مع بعض النص. طبعا الله الاب ممكن يبقى من اسهل الاثباتات سريعا، لانه بيتكلم عن الله بشكل عام. في مزمور 89 بيقول عنه ايه؟ تسعة 26، هو يدعوني ابي انت الهي وصخره خلاصي. كلم عن الله ايل او الهيم ادوناي يهوه بانه كمان اب. طيب في 68 صح اي 5، اسمه 68 اي 5، ابو اليتامى وقاضي الارامل، الله في مسكن قدسه. اذا روح العهد القديم يتكلم عن الله بصفته او بي 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 بلقب الاب، او لقب الشخص اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هو الله الاب. طيب مزمور 103 ايه 13، كما يترأف الاب على البنين يترأف الرب على خائفيه. اشار للرب بصفه الابوه. اوكي؟ ناخد العهد الجديد مثلا، ناخد كورنثوس الأولى 8 6. طبعا إن الآيات كثيرة قوي ممكن في البيت نرجع لها، ومش هيكون عندنا أعتقد حاجة المرة دي نعملها غير إن إحنا نقرأ المذكرات بتاعتنا دي. كورنثوس الأولى 8 6، مش موجود؟ أنا مغيره شوية متهيألي.
طب انا هبعت لكم البرزنتيشن دي كلها، لكن لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به. يبقى لنا اله واحد هو الله الاب. طيب الابن، لما جه بيتكلم عن الابن بقى عشان يبرهن على تكلم عنه ان هو كلي الوجود، فمثلا هتلاقي في متى 8، متى 18 موجود عندكم الايات دي، مش كده؟ يمكن بس غيرت الترتيب يعني. انا نطيت في النص يمكن. متى 18 20 بيقول ايه؟ لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون وسط. أي حد في أي حتة في أي وقت، حيثما في أي مكان اجتمع اثنين أو ثلاثة أكون في وسطهم. إذا المسيح بيتكلم عن نفسه بأنه له صفة كلية الوجود. في 28 20 بيقول لهم إيه؟ وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كلية العلم في مثلا في يوحنا 4 29 مع المرأة السامرية، لما بدأ يتكلم يوحنا 4 29 قالت لهم ايه؟ هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ كل القدرة له سلطان على الخليقة في يوحنا 1 3 انه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان. في كولوسي 1 16 بيتكلم عنه ان هو اللي خالق كل حاجة، او كمان حامل كل الاشياء بكلمة قدرته في عبرانيين مثلا. له سلطان على الموت انه يحيي وانه يميت. له سلطان على الطبيعة، شفنا ازاي كان بينتهر الريح وينتهر الموج. له سلطان على الأرواح الشريرة، له سلطان على الأمراض. كل الحاجات دي حاجات بيختص بها الله. طب ايه تاني كمان؟ المسيح نسب لنفسه صفات تختص بالله، انه قال عن نفسه ان هو موجود مع وجود الاب، انه انا منذ الازل موجود عنده. في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله، وقال عن نفسه انه انا قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. الابن الذي هو في حد الاب هو خبر. المسيح ابن السجود وابن العباده. المسيح غفر الخطايا. فاكرين الراجل المفلوج؟ فاكرين القصه بتاعت المفلوج دي؟ لما نزلوا له المفلوج، المسيح عمل حاجه غريبه قوي، قال لهم ايه؟ قال له في الاول مغفوره ليك خطاياك. فالناس بدات تتذمر، مين ده اللي بيغفر الخطايا؟ ما حدش بيغفر الخطايا غير الله. فقال لهم طب تفتكروا انهي اسهل؟ غفران الخطايا ولا ان اقول له قوم وامشي؟ لكن عشان تعرفوا ان لابن الانسان سلطان على الارض انه يغفر الخطايا، انا بقول لك قوم احمل سريرك وامشي. فالراجل قام. التركيبه هنا تلخبطك شويه. طب هو ايه اللي يثبت ان انت ليك سلطان تغفر خطايا لما انت هتقول له في المره الثانيه قوم احمل سريرك وامشي؟ لما قالوا في الاول مغفوره ليك خطاياك، الناس ما شافتش حاجه، لانك يعني مش هتشوف فعل غفران خطايا. اوكي، طب انت كذاب، طب اثبت لك ان انا مش كذاب، ان انا الكلمه الثانيه اللي هقولها هتتنفس. قوم احمل سريرك وامشي. راح حمل سريره ومشي. يبقى اذا الكلمه الاولى اللي انا قلتها وان انت ما شفتش لها فعل حقيقي قدام عينيك اتحققت. فانا بثبت لك اني عندي السلطان اني اغفر خطايا من خلال ان انا بكلمتي الثانيه اللي هقولها هقومه. فلما قام المفلوج ده واتحرك، بيقول لهم عشان تعرفوا انه لابن الانسان سلطان على الارض انه يغفر خطيه. طب مين اللي يغفر خطيه؟ مفيش غير واحد بس، الله. الحاجه كمان المهمه قوي انه اتقال عن المسيح وكان بي هو قال عن نفسه، مين فيكم يبكتني على خطيه؟ مين فيكم يبكتني على خطيه؟ رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. قال عنه انت قدوس لم اجد عله في هذا البار.
كل الناس اجمعت، حتى الاعداء اجمعوا انه ده كان بار وكان قدوس بالحق. طيب الروح القدس، وشفت المزمور بتاع 139، اين اذهب من روح المجد اين اهرب؟ الروح القدس كلية العلم. كورنثوس الاولى 2 10 لما بنقول عنه ان هو ايه؟ يفحص كل شيء حتى اعماق الله. كلية القدرة لما شفنا ان هو ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العليم تظهر لك، كذلك المولود منك يدعى ابن الله. في ايوب 33 لما شفنا ان هو روح الرب صنعني. انه عامل في الخلق، شفنا في تكوين 1 2 اللي هو كان روح الرب يرف على وجه المياه. في مزمور 104 ترسل وجهك فتخلق وتجدد وجه الارض. روح القدس اوحى لكتاب الكتاب المقدس بالوحي الالهي. الروح القدس اقام من الاموات في رومية 8 11، الروح القدس اقام المسيح. خلي بالكم لما نيجي نتكلم عن قيامة المسيح هتلاقي انه الاب اقام المسيح، الروح القدس اقام المسيح، والمسيح اقام نفسه. ولادة المسيح الروح القدس كان مشترك، والله الاب كان مشترك، مش كده؟ قوه العيد تظل لك، الروح القدس يحل عليك، روح قوه العيد تظل لك، لذلك المولود منك يدعى قدوس. الروح القدس دعي يا الله. فاكرين قصه حنانة وسفيرة؟ لما قال لهم ايه؟ انتوا كذبتوا على الله، بكده كذبتوا على الروح القدس. تعالوا نشوفها في النص مع بعض بشكل احسن. في اعمال الرسل 5، دي اخر حاجه اعتقد هنتكلم عليها النهارده. اعمال الرسل 5 في ايه 3 وايه 4. فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك تكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ اليس وهو باقي كان يبقى لك ولما بيع الم يكن في سلطانك؟ فما بالك قد وضعت في قلبك هذا الامر، انت لم تكذب على الناس بل على الله. يبقى الروح القدس اتقال عنه باللفظ انه الله. انت وضعت في قلبك انك تكذب على الروح القدس، كده انت لم تكذب على الناس بل على الله. يبقى الكتاب المقدس قدم لي الوهيه كل اقنوم. الكتاب المقدس اتكلم عن وحدة الله الجامعه، اتكلم عن الثالوث في العهدين، المسيح اتكلم عن الثالوث، الرسل اتكلموا عن الثالوث. ايضا الكتاب المقدس اكد وبرهن على الوهيه كل اقنوم. فعشان كده الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس هو الله بكل ما تعني الكلمه، هو جوهر واحد له ثلاث تعاونات، هو الاب والابن والروح القدس او الاقانيم الثلاثه اللي احنا بنؤمن بها. امين. كده خلصنا ترينيتي. ايه انت ما الشهاده اللي اعتز بيها.